نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أعزائي المشاهدين أينما كنتم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج والوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم، أنا عبد الرحمن الكليب أتيكم في فقرة الطاقية المصاحب أو المصاحبة لبرنامج الروشن في البرنامج الرمضاني وبرفقة 15 نجم اختيروا بعناية من كيان قناة الواقع الفضائية من كافة البرامج الواقعية التي كانت في شاشة قناة الواقع الفضائية. فقرة الطاقية اللي تجيكم يوميا للمتسابقين أو عفوا للنجوم، وأيضا لكم أنتم جمهورنا الكريم اللي من خلالها أيضا اليوم بنوزع 4 جوائز لكم وكلها نقدية بقيمة 250 ريال، قدموها رعاة هذا البرنامج وقدموها أيضا كيان قناة الواقع الفضائية في وسم الروشن 2 على شاشة قناة الواقع الفضائية وفي تويتر تحديدا. شاركنا اسم النجم أو شاركنا اسم المجموعة البيرق الشلفة أو شداد، ولمن تهدي 250 ريال لتذهب إلى المجموعة وأيضا لتحصل أو لتحصلين عليها من خلال هذه الفقرة. الفقرة طبعا مثل ما هي حتكون لكل مجموعة 5 جولات حنمر عليها. اليوم تغير بعض الشيء ونحاول نخليها سريعة. اليوم في تحديات حتكون ما بين المجموعات، يعني بإمكان كل مجموعة تختار مجموعة تتحدى، والتحدي موجود في الورقة معي، بالإضافة إلى أن في صور سنعرضها من خلالها فيها أسئلة. أيضا القيم والنقاط ما راح نعرضها لكم، يعني ما راح نعطيكم القيمة إلا بعد الإجابة على السؤال. يعني ما راح أقول لكم والله قيمة السؤال هذا 5000، بقول لكم القيمة بعد الإجابة على هذا السؤال. يا مرحبا، خليكم سلام. أنا ما أخذت قلم يا شباب، تسعفوني بقلم أو ارسلوا لنا قلم شباب إذا تسمحون. طيب اللي يختار الطاقية يجي سؤال. أيوة، هو المفترض أن الجرافيك برضو جهز، بس اليوم برضو ما جهز. هو المفترض أن قلت لكم في 15 طاقية تنعرض على الشاشة، حلو، وتختار من خلاله كل رقم ويقفل الرقم ما تقدر تختاره، حلو تمام. ولكن إن شاء الله بعد ما يجهز كل التفاصيل